من منطقة عرسال ينضم إلينا باسل الحجيري رئيس بلدية عرسال. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذا نتحدث معك عن ظهور عشرات الإصابات بأوبئة مختلفة منها وباء الكوليرا وأيضا يعني عدة أمراض وأوبئة أخرى. لو تضعنا في صورة ما يحدث، لماذا الآن تفشت الأوبئة بهذا الشكل في هذا المخيم؟ اهلا بكم، اهلا بكم ولكل المشاهدين. لم نسمع عن كوليرا حقيقه، ما سمعنا انه في كوليرا، في نوع من انواع الطفح الجلدي في الفيروس ما نحن بنقولها اللي هو التهاب الكبد، وهذه الامراض موجوده سابقا ويتم معالجتها. هلا في ارقام، يعني احد المتابعين حكى برقم 300 اصابه، يعني 300 اصابه بضمن مجموع 100,000 نخمة. طبعا نحن لا نخفف ولا نستخدم تنذر بوجود امراض واوبئه، وبكل الاحوال حقيقه هي البيئه التي يعيش بها او يعيش فيها النازحون بالمخيمات هي بيئه غير سليمه، وهي عرضه لنشوء الامراض ونقلها، يعني العدوى فيها من خلال المياه الآسنة اللي هي يعني بتكون موجودة أحيانا بأرض المخيمات، والاكتظاظ والتقارب من السكن بين الخيم واختلاط الأطفال والعائلات، والبيئة إجمالا هي يعني حقيقة غير سليمة. حول هذه النقطة وحضرتك رئيس بلدية عرسال، يعني حول البنية التحتية في هذا المخيم وإلى أي مدى هي قادرة على أن يعيش فيها هؤلاء بسلام ولو بشكل نسبي؟ حقيقة هي البنية التحتية هي ليست ضعيفة، هي غير موجودة أصلا، لا يوجد شبكة للصرف الصحي على سبيل المثال أصلا، ويوجد تجميع للمياه الآسنة في حفر يقولون على الصحية وهي غير صحية، هي حفر ترابية غير مجهزة وتطفو احيانا على الخطوط تسيل المياه في الطرقات وفي وبين الخيم. اصلا عرسال هي ضيعه نائيه، وخدماتها ضعيفه اساسا من الدوله اللبنانيه، وتفتقر الى الكثير من الخدمات، ويعني حضر اهلنا السوريين، ولا يعني اقول بقصد اهلنا السوريين لانه اليوم وكانه كلمه نازح هي تهمه ويتم تحليل مسؤوليات الانهيار الحاصل بلبنان، ربما هذا موضوع ثاني. فأهلنا السوريين حضروا لظروف معينة يعني أجبرتهم الأيام، والنازح هو عبارة عن ضحية ولا يستطيع معالجة الأمور، المرفق العام لا يستطيع الشخص أن يدير المرفق العام، لا يستطيع. ولكن هل هناك منظمات إقليمية دولية تعمل في هذا المخيم على هذه المرافق التي تتحدث عنها؟ يوجد حقيقة، وأيضا المنظمات التي نشأت لمساعدة الضعفاء بالعالم أحيانا يعني نخشى أن تدخل السياسة ببعض القرارات، مثل اليوم تخفيف نسبة المياه للنازحين وتخفيف التغطية الصحية للمرضى السوريين بالمستشفيات اللبنانية. فالمنظمات موجودة ولكن تغطي أشياء وتترك أحيانا أمور أيضا يحتاج إليها الإنسان بغض النظر هو نازح، في احتياجات يحتاجها الإنسان بحياته، هو لبناني ولا هو سوري. وبعدين اليوم اللبناني والسوري بالحال واحد، يعني مثل ما نقول نحن بالهوى سوا، نحن وياهم في ضعف عند المجتمع لتأمين الطبيب اللازمة، تأمين الاحتياجات من المياه والمواصل، في على كافة المستويات والخدمات في حاله من الانهيار في لبنان. يعني هذا مدخل لنقول انه نحن في عندنا مشكله محليه، نحن كلبنانيه في عندنا مشكله، في عندنا انهيار حصل بالليره، في تراجع بالوضع الاقتصادي والمعيشي، الوضع المصرفي اللي حصل بلبنان، بعدين تابعوا كل الانهيار اللي حصل على صعيد الرواتب وتراجع لبنان، معروف عندكم يعني اكثر من انه ده تصنيف لبنان كان وين صار اليوم. يعني حتى هي على سبيل احيانا تطلع نكته انه تصدر لبنان الدول العربيه بالبغض، يعني هذا التصنيف الغريب اللي نحن. المهم انه يتم تحميل مسؤوليه النازحين، كل هالوضع اللي حصل بلبنان هو حقيقه منه هيك عبء اضافي، واحيانا بميزان
المالي فقط، احيانا ما يكونوا يمكن بعض الدعم اللي لهم عم بيغطي نفقات. لكن هناك من يقول استاذ باسل كما تعلم بانه هناك الكثير من الاموال تاتي للبنان من اجل استضافه لبنان لكل هذه الاعداد من النازحين السوريين. الاموال التي تدفع من الجهات الدوليه الكثيره صاحبه القرار بالعالم هي اموال لتنفيذ سياسه معينه، هذا معروف. ما في رياح دوليه تدفع بالسوريين بالعوده الى سوريا. فالاموال هي اللي تكون عائق او حاجز لمنع العوده او لتخفيف من الضغط اللبناني، رغم انه يعني نحن مع العوده ولكن لسنا مع الضغط والطرق مقفله. يعني اذا الطريق مقفل امام النازح ما فيني اضغط عليه وحمله كل المسؤوليه. صحيح. بعدين عم بيصير في شغله، عفوا، انه نحن مع حل أزمة النزوح على خلفية وطنية لبنانية، ليس على خلفية طائفية ولا على مذهبية. يعني للأسف. طيب. ولكن نعود مرة جديدة لواحد من أهم لهذا المخيم، حيث نتحدث الآن عن منطقة عرسل بالتحديد. واحد من أهم المقومات الحياة المياه النظيفة. هل لا توجد أي منظمات معنية يمكن أن تساعد في هذه النقطة؟ نعم، تتقدم المياه، يعني منظمة يونيسيف هي بالعاده من بدايه النزوح تقريبا كانت هي عم بتقدم المياه الشفاء، يعني المياه اللي بتنشرب والنظيفه للاستخدامات الشخصيه للناس. فهي عم تتقدم ولكن عم يتم تخفيض الكميه، عم يخفضوا الكميه كل مره، بيخفضوا لهم الكميه. هلا ربما تكون منها يعني مشكله كبيره تامين المياه، ولكن التخلص من المياه الآسنة هو اللي عم بيكون مكلف على المخيمات. يعني كمان ندعي الدولة اللبنانية تقوم بدورها، يعني تحمي المخيمات. إذا هن بدهم يسحبوا يعني هالمياه الآسنة على نفقتهم وعلى حسابهم، يعني يسمحوا لهم المتعهدين، في متعهدين ما يمكن ما يسمحوا لهم. شكرا جزيلا لك. من منطقة عرسال باسل الحجيري رئيس بلدية عرسال، شكرا جزيلا لك.